ما زلنا مستمرين معاكم في مجموعة وتغطية لمجموعة من الأخبار، وخلونا ننتقل لأهم ما في بلاط صاحبة الجلالة، مجموعة من العناوين وأهم عناوين الصحف، وهنبدأها من الصحف الصادرة اليوم. هنبدأها من جريدة الأهرام، ودفعة قوية لتنمية إفريقيا، السيسي ورئيس كوت ديفوار يبحثان العمل المشترك لتحقيق التكامل بالقارة، زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. واحنا يا حنان طبعا متابعين جولة هامة جدا للسيد الرئيس، بدأت بغينيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ليها أثر هذه الزيارة بشكل كبير جدا، وانتقلنا الآن إلى كوت ديفوار، وإن شاء الله يروح السنغال بعد كده. زيارة أخيرة بالطبع حسام صحيح للسنغال. خلونا مشاهدينا نتعرف أكتر عن تفاصيل الخبر. هينضم إلينا على الهواء على طول عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ السيد هاني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية بجريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ سيد. صباح الخير يا أستاذ حنان، وصباح الخير يا أستاذ حسام. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير على جميع المشاهدين. صباح الفل عليك يا أستاذ سيد. يعني عايزين قراءتك الصحفية لزيارة الرئيس وجولاته الخارجية. هذه الجولة شملت 4 دول، بدأت بغينيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم كوت ديفوار أو ساحل العاج والسنغال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل داكار العاصمة السنغالية بالأمس، وكان في استقباله رئيس السنغال ماكي سال، وكان استقبالا مهما وكبيرا، حيث حفاوة كبيرة استقبل بها السيد الرئيس. شوارع داكار عاصمة السنغال تزينت بالأعلام المصرية، كان هناك احتفاء كبير بزيارة السيد الرئيس أيضا لكوت ديفوار، حيث تم منحه أعلى وسام من رئيس كوت ديفوار الحسن وطارة. طبعا احنا لازم نقول هنا يا استاذ سيد، كانت مهمه جدا. طبعا لازم نقول هنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس مصري بيزور كوت ديفوار. هو بالفعل السيد الرئيس هو اول رئيس مصري يزور كوت ديفوار، وهو الحقيقه يعني انطلاقا من مسؤوليه مصر باعتبارها بتتولى هذا العام رئاسة الاتحاد الافريقي. نعم. جولة السيد الرئيس في الدول غرب افريقيا التي شملت غينيا ثم كوت ديفوار والان في السنغال هي جولة هامة جدا، لان دول الغرب الافريقي نادرا ما كان يصل اليها رئيس مصري. كما قلت يا استاذ حسام ان دي اول زيارة لرئيس مصري الى كوت ديفوار. هذه الزيارة او الجولة في الدول الافريقية الثلاث بتؤكد على ضرورة دعم العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية. نعم. وأيضا لتكون قيادات هذه الدول على اتصال بالقيادة المصرية التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي. طب أستاذ السيد، يعني كمان لو اتكلمنا عن الزيارة الأخيرة والجولة الأخيرة والمحطة اللي هيوصل ليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته للسنغال، توقعات حضرتك للزيارة دي، النتائج اللي ممكن نطلع بيها من الزيارة على كل الأصعدة؟ السنغال دولة مهمة في غرب أفريقيا، ودولة لها دور في القارة الإفريقية، وتعزيز العلاقات معها مهم جدا. لا سيما أنه تواصلنا معها خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين كان قليل جدا، فمن المهم تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ولكي يشعر الأفارقة من جديد بأن القاهرة مفتوحة لكل القادة الأفارقة ولكل الشعوب الإفريقية. ولعلنا تابعنا مبادرة السيد الرئيس بصحة 1 مليون أفريقي، وكذلك المبادرات التي قدمها السيد الرئيس سواء في مجال البنية الأساسية في أفريقيا أو في مجال المشروعات الاستثمارية، وكل هذا تم الحديث عنه خلال الأيام الماضية. ومنذ أيام قليلة فقط استضافت مدينة شرم الشيخ مؤتمر المنتدى السنوي الثالث للأفريقية الأفريقية لمراجعة النظراء. وهذا المنتدى بيضم 38 دولة، استضافت شرم الشيخ ممثليها، ودور مصري نشط في القارة الأفريقية. أنا بس كنت عايز أعلق على زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل يا أستاذ سيد. تفضل. لأن هذه الزيارة بتكتسب أهمية بالغة أكثر مما أعلن عنه في وسائل الإعلام. نعم. يعني لا شك أنه على الصعيد الاقتصادي الزيارة فتحت مجالات كثيرة
لاستثمارات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر. السيد الرئيس اجتمع بأعضاء الغرفة التجارية، اجتمع بأعضاء مجلس رجال الأعمال المصري الأمريكي، لكن الأهم من كل ذلك هو اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو كما قال السيد الرئيس على حسابه الشخصي أن محادثاته في الولايات المتحدة كانت مثمرة على كافة المستويات وبالغة الأهمية مع المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه متاعب في منطقة الشرق الأوسط، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يفرض أمرا واقعا وفق تصوراته الخاصة، لكن الموقف المصري موقف راسخ وموقف ثابت، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الثوابت التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية في القضية الفلسطينية. لا بديل لحل الدولتين، وعلى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، الجولان أرض سورية عربية محتلة، كل هذه الثوابت الراسخة التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية سمعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم بنشكرك أستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية بجريدة الجمهورية، أطلعتنا على ربما تقرير مصغر وافي عن جولات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم يا حنان، وطبعا ما زلنا متابعين لما يحدث في السودان، والجرائد المصرية أيضا متابعة لهذا، ومن جريدة الجمهورية بنقرأ: بعد عزل البشير وتعطيل الدستور وتحديد فترة انتقالية لإجراء الانتخابات، مصر تؤكد دعم خيارات الشعب السوداني الشقيق. الخارجية المصرية: مصر ستظل السند لتحقيق طموحات الأشقاء. وطبعا هذا موضوع هام. وفي متن الخبر: مصر أكدت أنها بتتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق. وإحنا طبعا متأكدين يا جماعة أن السودان دائما هو بوابة الحماية لمصر، زي ما ليبيا في الغرب، زي ما السودان في الجنوب، غير طبعا العلاقات يعني الأخوية والعلاقات الصداقة، علاقات الأخوة، علاقات النسب أيضا ما بين المصريين والسودانيين. مصر والسودان كانت تعتبر بلد واحدة، ولازم نؤكد على أهمية السودان لمصر وأهمية مصر للسودان. كمان حسام، كان في خبر مهم جدا الحقيقة تحديدا من جريدة الأخبار مشاهدينا، هو أنه رئيس الوزراء بيتابع الحقيقة لاستعدادات لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية. كمان كان في تصريح مهم جدا لكامل الوزير، وزير النقل، قال فيه أنه منظومة النقل للمواطنين وتنفيذ المشروع هيكون قريبا. كمان حسام في خبر مهم جدا هنتابعه من المصري اليوم بخصوص التعليم. في المصري اليوم طبعا احنا متابعين تطور التعليم في مصر، وإن كان في وجود لبعض المشاكل، ولكن فكرة ان احنا ما زلنا بنجيب نظام جديد وبنحاول ان احنا نطبقه اكيد لازم هتظهر في مشاكل. وزير التعليم دكتور طارق شوقي بيقول، وده التصريح في جريدة المصري اليوم: التعليم يستهدف اعادة بناء المواطن المصري، ومصر تعرض على البنك الدولي الاستثمار في رأس المال البشري. وطبعا رأس المال البشري هو اهم حاجة. وفي نهاية الخبر: مبادرة الرئيس نقلة نوعية. وطبعا وزيرة، ده تصريح لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر: مبادرة الرئيس نقلة. وفكرة الاستثمار في رأس المال البشري دي نقطة هامة جدا لازم نتكلم فيها، لأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس عمارة الأرض والصناعة وكل حاجة قايمة على البشر. طيب. يمكن ده حسام كمان بيأكد التأكيد اللي دايما سيادة الرئيس بينوه عليه في كل المنتديات والمؤتمرات الخاصة بالشباب، فكرة بناء الإنسان. صحيح. الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان ده هو ده الاستثمار الناجح حقيقة، يعني بما أن احنا بنتكلم في اقتصاد، الاستثمار الناجح دايما بيكون في العنصر البشري، لأن بقية العناصر هي اللي بتمشي عليه. وما زلنا بنتكلم في الاقتصاد، وخلال اجتماعات الربيع بواشنطن، وده من جريدة الأهرام في الصفحة الثالثة: 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وده نوع جديد من الاستثمار في رأس المال البشري، مصطلح ريادة الأعمال المبني على الشباب والشباب الجديد، دي حاجة مهمة.
كمان حسام احنا لسه مع جريدة الاخبار، لكن هنروح لصفحة تانية، الصفحة رقم 4 تحديدا، فيها خبر مهم جدا بيقول الانتهاء من البنية التحتية للسكك الحديدية. دي طبعا اجراءات عاجلة جدا واولوية للشركات المحلية لتوفير العملة الصعبة. طبعا احنا بنشوف في طفرة منذ يعني تولي السيد صحيح. الوزير كامل الوزير، وزي ما قدر السيد كامل الوزير ان هو يعمل طفرة في الأنفاق وفي مكان مكلف بيه قبل كده، بدأ فعلا يحط بصمته في السكك الحديدية. من جريدة الجمهورية في الصفحة الثامنة بنقرأ الرئيس مهنئا منظمة العمل الدولية بالمئوية، وده كان في من أحد أخبارنا في البداية، وفي كلمة ألقاها مدبولي: طفرة في البنية التحتية بفضل عمال مصر، أنجزوا مشروعات قومية ضخمة في وقت قياسي أبهر العالم، الرجال المخلصون تحملوا عبء الإصلاح، اتسموا بالوعي والفهم العميق. وده كله على فكرة يا جماعة بيصب في الاقتصاد المصري بشكل كبير، يعني زي ما أكد السيد الرئيس أن هذا الموضوع موضوع مهم، وأن عمال مصر فعلا أبهروا العالم. خلونا نستفيد في هذا الموضوع وتعليق للدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور عمرو. صباح الخير يا استاذ حسام، وصباح الخير للاستاذ حنان. صباح الخير دكتور عمرو. يعني خلينا نبدا بفكره 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم رياده الاعمال والمشروعات الصغيره. دايما بنشوف مبادرات مهمه جدا بتقوم بيها الدوله في الفتره دي لدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. عايزين حضرتك تكلمنا عن تفاصيل اكتر عن الخبر. في الحقيقة في جهود للدولة واهتمام بالمشروعات الصغيرة من التسعينات، مش من النهاردة، من 20 سنة، إنما كانت الجهود دي دايما بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، وهي فكرة تغيير عقلية المواطن ناحية ريادة الأعمال والمشروع الصغير. إن دايما كانت الفكرة في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وكأن المشكلة هي في التمويل، في الفلوس. فكان دايما كل المحاولات، ويمكن ده المختلف في برنامج الرئيس لدعم ريادة الأعمال منذ 2016 عن اللي كان موجود قبل كده، وهي فكرة ان عشان نقدر نصنع رجل أعمال او رائد أعمال، احنا محتاجين بشكل أساسي ان عندنا العقلية دي في التعليم منذ الصغر، في التدريب اللي بيقدم في شباب الجامعات، في المناهج كمان، وفي وسط المناهج ان يكون اختيار وظيفي وحلم، زي ما بنعلم اطفالنا بيحلم يبقى ضابط او دكتور او مهندس او محامي، ان هو يبقى عنده مشروعه الخاص. طب دكتور عمرو اسمح لي ان انا يعني اعمل مداخله هنا. فكره ان رائد الاعمال من الكلمه نفسها، وبعدين الكلمه الانجليزيه بتاعتها كبيره جدا مركبه بشكل كبير، الناس فاكره ان رائد الاعمال لازم يكون متعلم تعليم عالي. احنا عايزين نرجع لفكرة العمالة الفنية، وان هو ممكن يكون رائد اعمال، لان رائد الاعمال ده اللي فاتح ورشة بيعمل بيها شغل خاص بيه، هو عنده مشروعه الخاص. فلازم، هل انت معايا في ده، ولا احنا محتاجين نبسط الامور للجمهور بشكل اكبر عشان توصل له هذه الفكرة؟ لا، ببساطة احنا بنتكلم على رائد الاعمال من اول الشخص اللي بنقول عليه سيلف امبلويد، او يقدر يشغل نفسه بنفسه، الفني الشاطر اللي يقدر من خلال موبايله وعدته يقدر يشتغل في اكتر من بيت او يشتغل مع اكتر من شركة، لغاية الشخص اللي عنده مجموعة من المصانع. احنا عندنا نماذج ومصرية صحيح. بدأت بان هو عامل بسيط موجود في مكان واصبح عنده مجموعة من المصانع. الفكرة الاساسية، يمكن التوجه اللي حضرتك بتقوله، وزارة التربية والتعليم، وبما اننا بنتكلم على اجتماعات الربيع العربي والتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السنة دي من سبتمبر اللي فات ابتدت تطبيق منهج جديد لريادة الأعمال، بيتطبق في 150 مدرسة، بيدربوا الولاد على الجدارات، ده في التعليم الفني فقط. وأعتقد هناك توجه عند الوزارة كمان من خلال دعم المؤسسات الدولية زي اليونسكو أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الوكالة منظمة العمل الدولية، منظمة العمل الدولية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية، والاتحاد الأوروبي. في الحقيقة، ودي حاجة مهمة جدا عايزين نقولها،
ان مصر في تجربتها في التعليم والتدريب على ريادة الاعمال عاملة شراكة تحت مظلة الوزارة لاول مرة. بنشوف كل الجهات الدولية دي كلها قاعدة على ترابيزة واحدة بتطبق منهج واحد، استراتيجيات واحدة، آليات واحدة وفق أجندة التنمية المصرية 2030 والرؤية الاستراتيجية للاستثمار في البشر وفي المصريين، بتنفذ مشروعات متكاملة ومتتابعة عشان خاطر 2030 نصل إلى نسبة معقولة جدا، لأن لازم نبقى عارفين شبابنا يبقى عارف. كل دي جهود يعني إحنا ملاحظينها على أرض الواقع بتقوم بها الدولة المصرية لدعم المشروعات وكمان فكرة توسيع ريادة الأعمال. أنا بشكرك جدا دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، وحسام دلوقتي جه معادنا مع إيه. احنا كده خلصنا الساعة الأولى من ساعتنا النهاردة في هذا الصباح، مجموعة إخبارية متنوعة من الصحف والأخبار المختلفة. خلونا نروح لمجموعة مكثفة من الأخبار في موجز سريع، وهنبدأ بعدي الساعة الثانية وحواراتنا. خلونا نرحب بزميلي عاصم أبو الغار وموجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.